السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة تمرست. أصور لكم الآن سوق تسبيت. هذا سوق فيه من تقول لي تقول لك في دولة إفريقية، في بوركينا فاسو ولا في مالي ولا في النيجر، إلى الأفارقة يبيعون أفارقة، وفيه الجزائريين تاعنا من الشرق من الغرب. أصور لكم بعض الأشياء اللي فيه. بسم الله. سوق تسبيت. المانجا شحال هادي؟ 70 في الواش كيلو. كيلو. شحال المانجا عندك؟ المانجا شحال؟ وكيلو. تسبيت. تبارك الله سوق عامر هنا، فيها الحاجة اللي يحتاجها العبد تلقاها، بازارات تلقاها هنايا، الشيشان تلقاها، أنواع الدهون، المعاين بشتى أنواعها. وهذا ينبيع أنواع الجلود. راشد بدر مرحبا، انا فيكم عليكم. هذا العصي نتاع البعير، يبغى يدب بعير ولا يبغى بغيت تبرتك حيه وقدر. دو انواع السكمارات، هذا الاصفر، هذا الاصفر، هذا شحال؟ وين هذا؟ 320. 320. وهذا الصغار اللي منه؟ الصغار هذا 180. هادي 100؟ 180. 180. السوق ماله هنا شحال؟ هذا هادي 170.
سوق مارا 170 زه من نعام. اصلي هذا اصلي ولا مغشوش؟ اصلي والله. عندك ركيبي دهلية ستلية روما فاصل عند الفاصل. شحال يدير زه من نعام؟ عادي 75 مصاعدة. 75 ايه. ينفع للركابي هذا؟ ايه كلش درب على الباقي. ايه. تاع المفاصل؟ ايه دوروجين. دوروجين؟ ايه هكا يدي مصاعدة خلاص كاش باك. هادو نتاع لاتاي بصح كاين اللي وضعوا فيها الكيسان كيما هادي. ما كان نتاع الكيسان كيما هاديك وهادي خاطي ماشي نتاع كيسان هادي. هادي في اللون الاكحل ما عندكش الحاج؟ لا في كيما هذا. هذا مليح. هذا مليح. اه الملاح هادو اقل سعر 200,000 واكبر سعر 600,000. الملاح اللي ما يعرفهاش هي الملايه اللي راه يديروها النساء تاعنا كما ولايه تندو في الصحراء الغربيه جهه العيون تاع المغرب. المرأة لابسة هادي المرأة هادي هذا حانوت نتاع ملاح. نتوقف عند هذا الحد من التصوير ان شاء الله نكون وريناكم بعض الامور اللي راه تباع في سوق تاسفيت. السلام عليكم ورحمه الله.